شمال شامي صح ولا شامي وبحت سعد الجمال شامي ومن القلب العدس شامي محمودي شو هذا بيضحكوني اللي بيقولوا فلتر فلتر طيب جايب الفلتر من مال ابوك بربك حط فلتر وتلعب بربع جمالي تلعب بنص جمالي حطوا فلاتر وطلعوا مثل طلعتي وبعدين احكوا حطوا فلاتر وفيقوا من النوم وبعدين احكوا حطوا فلاتر يحطوا حطامكن قدامكن والعز على الحقيقة أحلى من الفلتر واثقة من حالك كتير كتير واثقة فما تتخيلوا لأنه بعرف حالي شو فهمتوا أنا برز ما بطلع على اللايف وبتخبى بالبيت نو ما بطلع على اللايف وبطلع بفول ميك اب لبرا نو يو نو فبعرف جمالي جمال مش عادي وكلامي كلام مش عادي وجاييني بزمان مش عادي وبتوعدني بأمان مش عادية مش عادي يعني مو محمود لك ألو ما أسمع صوتك يا ابني حلو الطعم لا بقلك الأصوات شكرا جي أم أسمري يا أسمري يا أسمري يا أسمري يا منور اللايف يا أسمري متجوزة حضرتك نو بسم الله ما شاء الله اللايف اليوم مولع ولا شو رايك يا اسمر سمعت غيرك معبرنا انت ومحمود واي ماني متجوزة ماني متجوزة يا ابو جابر فهمون اني انا ماني متجوزة من بيروت انتي لا انا شامية من القنوات وبحكي كم كلمة لبنانية شعرك حلو عيونك احلى يا انا بعبرك يا عمري شبيهوي من جدك ومن امك ومن ابوك ومن عيلتك ومنك واطي واطي ولك لا لازم تعرف انه السوريات كتير جمال كتير جمال والشاميات بالذات كاسحين الدنيا لازم تبلشوا تنتبهوا مننا ما تبلشوا تنتبهوا من المغاربة خلص خلصت موضتهم هاي محمودي شو هيدا من وين من سوريا شامية السلام عليكم وعليكم السلام بصوتك الجمال مو بالشكل بالاخلاق لا كذاب بالشكل انت كذاب ز
الزلمة بالأخلاق أوكي، بس المرأة مو بالأخلاق، المرأة بالشكل، لأنه جاهلين الرجال تبعنا جاهلة، إنه بيكونوا ناويين أول شيء يكونوا أخلاق، بعدين لا شعورين بيقلبوا على الشكل، بيملوا من الأخلاق الزايدة. صباحو جوجي، جي عم يا عمري، المرأة ليست بشيء. بلشت أغار الروب شوي تسكير. أوكي سوري سوري سوري. هاي جوي، هاي أحلى، أسعد لعيوني. حكي بس، حكي بس، يحطوك للحكي يا أبو الفهد يا بيبي. أنا من زمان على تيك توك. هلا انت شو رايك، الجمال ولا الاخلاق اهم للبنت ولا للزلمه؟ اذا للزلمه اخلاق اهم، اذا للبنت الجمال اهم. لا بالعكس، ماني متقلب بالسهرة امس، ما تاكلهم، ما طلعت سهرت لهيك، فايقه من الصبح وعامله قهوتي وطالعه على النادي وفاتحه لايف وكثير رواق. هي يا تايم، أخلاق، مبادئ، تقل تقل وزن. الجمال والكرامة أهم من الجمال. كرامة قلتلي، الكرامة عم تبكي بالزاوية. تولي 170 أسكار. يعني شو الرجال إذا ما كان معه مصاري كيف بده يصرف على المرة تبعيته؟ كيف بده يجيب لها الأشياء اللي بتحلم فيهم؟ كيف؟ ما بيقدر. حتى صايرين اللي معهم مصاري ما بخلوا عادي.